في البدء كان الاحتباس الحراري ظاهرة مناخية طبيعية، فغلاف الأرض الجوي مؤلف من الغازات التي يمتص بعضها الأشعة تحت الحمراء ويخزن الحرارة. في حال غياب ما أطلق عليه اسم تأثير الدفيئة، لكانت درجات الحرارة على سطح الأرض ما يقارب ناقص 18 درجة مئوية، ولكانت الحياة على الأرض شبه مستحيلة. إلا أن هذه العملية الطبيعية تزعزعت مع تركز 3 من غازات الدفيئة في غلاف الجو، وهي ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروس، وقد بلغت مستويات قياسية لم نشهد لها مثيل خلال 800,000 سنة. وفي السنوات 130 المنصرمة ارتفع متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض 0.85 درجة مئوية، وسيؤدي استمرار الانبعاثات في النمط الحالي إلى ارتفاع 4 درجات إضافية في السنوات 80 المقبلة. ويجمع العلماء على أن الإنسان يؤثر على النظام المناخي بأشكال عدة. نذكر أولاً احتراق الوقود الأحفوري، فانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغت 2000 مليار طن منذ أول ثورة صناعية عام 1750. ننتقل إلى الزراعات المكثفة، إذ أن غاز الميثان الذي تخلفه مسؤول عن 10 إلى 12% من انبعاثات غازات الدفيئة، 40% منها تتحمل مسؤوليتها المواشي. ولا ننسى قطع أشجار الغابات الذي يدمر النبات الذي يمتص ثاني أكسيد الكربون. إلى ذلك باتت التغيرات المناخية الحالية تؤثر على الإنسان والأنظمة الطبيعية حول العالم مع اشتداد حدة الظواهر الطبيعية، نذكر مثلاً الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب البحار إثر ذوبان الكتل الجليدية والتمدد الحراري للمياه وتحميض المحيطات وانقراض بعض الأنواع. ويحذر خبراء المناخ في الأمم المتحدة من الآثار الكارثية والتي لا رجوع فيها في حال لم يتم وضع حد للاحترار المناخي بشكل حازم.